توفي لي ابن في الشهر الثامن في بطن أمه ولم أذبح له عقيقة، فهل له عقيقة؟ وإذا لم أذبح فهل يكون شافعا لوالديه؟ نعم، مشروعة العقيقة لعموم الحديث، ولو كان ميتا ما دام أنه بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح، يأخذ أحكام المولود، يكون له عقيقة ويسمي يحصل على الأجر في ذلك. نعم.